شفشاون، المدينة الزرقاء، تقع شمال المغرب في جبال الريف. منازلها مصبوغة بالجير الأزرق اللي بيعطي سحر ورونق خاص للمدينة. تعتبر من الوجهات السياحية الأولى في أفريقيا. ما شاء الله، شايفين البيوت وين؟ سبحان الله. شايفين هاي المدينة اللي فوق بين الغيوم؟ شايفينها؟ هاي شفشاون. احنا كلها شفشاون هاي، بس احنا هناك رايحين. وصلنا للمكان، هاي المدينة القديمة، هون البيوت الزرقاء. وشو السيارات بنصف برا هون هيك وبنكمل مشي، والفنادق جوا كمان، يعني لسه ما فتنا. حنشوف طبعا الجو تلج ومطر، ان شاء الله بكرة ما يكون نفس الشيء. هاي المنظر هون، هاي مكان اقامتنا لمدة يومين. شوفوا التفاصيل، شوفوا الأرض كيف، السجادة، الشباك، الكراسي، هاي الغرفة، كل شيء أزرق. شوفوا باب الحمام، المغسلة، كيوت. طبعا الإطلالة إشي تاني، إشي خرافي، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا شفشاون يا نوارو، يا شفشاون يا نوارو، يا حبيبة يا نوارو. شكون اللي قالك أنا نجيك تاني؟ شكون اللي قالك أنا نطيق تاني؟ شكون اللي قالك أنا نجيك تاني؟ شكون اللي قالك انا نطيق تاني؟ هافانا ونانا، half of my heart is in Havana ونانا. Yeah, he took me back you to just me. Want attention, you don't want my all. You just thinking should I live it in over you. ساحة وطاء من أهم الأماكن السياحية في شفشاون، فيها العديد من المطاعم المغربية ومحلات بيع اللبس المغربي التقليدي وكشكات للهدايا التذكارية. وين ما تاكلوا بالمغرب وشو ما تاكلوا بيكون الأكل لذيذ. وأتوقع أنه هذا نبع رأس الماء، إذا كنت غلطانة اكتبوا لي بالتعليقات. رأس نبع الماء هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة في شفشاون. عبود، مين بحط هاي الكراتين؟ الناس بتحط على بيوتها، على باب بيوتها كراتين عشان يدفوا فيهم البساس، بحطوا جواهم قطعة قماش. يا صباح الخير وصباح البرد، هينا على التراس تبع الدار بشفشاون علشان نفطر. شوفوا الإطلالة من هون ما شاء الله، والحرارة سالب واحد تخيلوا، مع انه في شمس بس مش واصلة ابدا.
ولا أحد قاعد لأنه برد. مين رح يقعد؟ المسكين هذا. مسمن مغربي ومربى وقشطة وزبدة، شفنج، زيتون وجبنة وزيتون وعصير فريش نعصر قدامنا، وإطلالة شفشاوي. مسمن المغربي بتاكلوه لحاله او ممكن مع العسل والزبده، هي عسل. معصرة زيتون، الناس اللي بالريف بيلموا الزيتون اللي عندهم بالأرض وبيجبوها هون. الله، ريحة الزيت، ريحة الزيتون. بيعبوه هون، بعدين بحطوه هون. الطريق من شفشاون لفاس كل شجر برتقال ومزارع ما شاء الله. كانت جولة سريعة بشفشاون، ومع ذلك كانت كافية إنها تذهلنا بجمالها. وفي لسه كمان كتير أماكن بشفشاون ما شفناها وزرناها للأسف، ومنها شلالات أقشور. ننصحكم إنكم تزوروها لأنه المكان هناك خلاب، وبتمنى إنكم تكتبوا لنا بالتعليقات عن الأماكن الجميلة بشفشاون عشان نفيد المتابعين وتفيدونا بالزيارة الجاية. ما تفوتوا فيديو تغطيتنا لطنجة عروس الشمال وزيارتنا للعروبية. روابط الفيديوهات على الشاشة.